روايات عديدة أرجأت النشأة الأولى لمدينة بارا إلى العام 1505، حينما وفدت إجرات من قبائل الشمال الضناقلة والبديرية والركابية إلى هذه البقعة الواحة، واختلطوا مع سكان المنطقة من قبائل دار حامد. ونسبة لتميزها بالزراعة والتجارة صارت نقطة لجذب السكان من كل بقاع السودان، ويقال إن تسميتها ببارا تعني بلغة الضناقلة الأرض المنخفضة ذات المياه الوفيرة، وهو وصف ينطبق تماما على مدينة بارا، وليس أدل على ذلك أكثر من زراعة البساتين والسواقي. يا هبارة أصحى والدين البشارة وصح جارك، وانقل الظلم من ديارنا وانقل الظلم من ديارنا وشيل جرتك لديارك. بارة بانت طفلة مدفق شبابة لابسة سندس والعقيق طر الثيابة. بارة بانت والقليب دندن حبابة. يا حبابة قلت أرتاح بلقاكي أنسى دنياي وعذابة. من أريق نفح السواقي بتنتشر روح المصابة، ودايما الباراوي يرحل وحلمه بيساعد إيابة. وانت شوقك طبعه جارف وروحنا في تربك مذابة. اللي أنا جيت يا بارة عاشق قلبي يتقطر صبابة. البلوم قابلني صادح زي بقول مرحب حبابة. والتمام فرهة تشابك وشارك الفرح الهشابة. أترى نهر ظلني ثاني وكم تأملت انسيابة. مالية في نخل الجماري والليلة جيت أسمع عتابة. جيت أطنبر في المحافل جيت أعينها للتعابة. أديني من طيبتك وسام ومن شموخ أهلك صلابة، ومن مساكينك قناعة ومن مشاهيرك خطابة. علميني علميني بارة إيه وجه الغرابة. وبكرة يوم أصبح مفارقك ببقى سارقك مهما تشتد الرغابة. بملى من حسنك جفوني بخفيك في عيوني عيوني كم أوت الصحابة. ويوم أفوت في الغربة واصحى بلقى لوحة فيها بلدة صغيرة دابة. خرطة في أعين شبابة العطر الروح من ترابة. العطر الروح من ترابة. العطر الروح من ترابة. العطر الروح من ترابة. من أبرز المعالم التي تطالعك في وسط المدينة قبة السيد الحسن أبو جلابية، التي تمثل إحدى أقدم المظاهر التاريخية والدينية بمدينة بارا. وليس بعيدا عنها تتربع هذه الشجرة العظيمة على مساحة الرحبة من الأرض، شجرة اللبخ التي كانت تعقد تحت ظلالها الوريفة المحكمة الشعبية لناظر قبائل دار حامد المسمى محكمة زانوق، وهي ما تزال تشهد التجمعات والأنشطة الثقافية ومؤتمرات التصالح القبلي. أنا أبدأ حديثي عن هذه المدينة، يعني المدينة الكبيرة العظيمة التي نكن لها حبا وولها. هذه المدينة أبدأ من هذا المبنى الذي أمامي، مسجد السيد الحسن. السيد الحسن أبو جلابية، ويسمى أبو جلابية لأنه ولد بجلابيته، السيد الحسن محمد عثمان الأكبر، وهو من أشراف مكة. أبوه ينتمي بحسبه ونسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. رأى رؤية منامية أنه في امرأة صالحة في بارة في الحي ذاته اللي هو حي البكراوية تلد رجل صالح، شد الرحال يخطب هذه المرأة. وفي ذات الوقت تزامنت الرؤية دي مع شخص برضو من الصالحين في أقصى أقاصي إفريقيا وهو عثمان دانفودي. وصل الصالحين الرجلين الصالحين لبارة، وكان الأسبق هو السيد محمد عثمان الأكبر. تزوج من جدتنا وهي جدة البكراوية الأرقية اللي هي رقية بالجلاب، تزوجت بالسيد محمد عثمان الأكبر، وكان ابنها الصالح السيد الحسن الأكبر. وعلاقته ببارة علاقة بنوة، وعلاقته بكسل علاقة جوار، قبر بكسلة. الشجرة الكبيرة التي أمامنا هي اللبخة، وهي ذات إرث كبير جدا جدا، إرث حضاري لهذه المدينة. كان تعالج فيها القضايا الثقافية والقضايا السياسية، وحتى المحكمة، محكمة زانوق التمساح كانت في بارة هنا. وهذه الشجرة يعني نحن قمنا بإنزال هذه السوق الهوائية حتى تثبت على دعايم الأرض وتستقر فيها. كانت بارة منشأا وعشقا سرمديا للكثير من المبدعين عثمان خالد وعبد الله الكاظم ومحمد مريخة
ومحمد عبد الودود كرداوي وعبد الرحمن عبد الله، والموسيقار حافظ عبد الرحمن، والفنان صالح الضي الذي ولد وتربى بمدينة بارا. هؤلاء أثروا الوجدان بأصدق الأشعار وأعذب الألحان. أنا في انتظار يا طاير على ناري، لا 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 لا، وصل رسائل يا طاير، اقعد بالبشاير، لا 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 لا، وقبال تعود لازم تروح من تاني مرة، وقبال تعود لازم تروح من تاني مرة، وقبال تعود لازم تروح من تاني مرة، وما تنسى زول في الحلة إلا سلم عليه وبوس ايديه، يا طير يا ماشي ليه هلا مسرع، وصل رسائلنا والشوق ما تنسى يا طاير، لكل اللي بيسألك عنا. كثير من العوامل جعلت من مدينة بارا مدينة للعلم والثقافة، كما هي ساحة للنضال الوطني ضد المستعمر. أنشئت فيها الأندية الثقافية والرياضية منذ أمد بعيد، وهذه لعبت دورا مهما في صقل مواهب أجيال متعاقبة من الشعراء والأدباء، وأولها نادي بحر كردفان. بلدي يا جنة سواقي الريد، مرتع الغزلان وادي النخيل والصيد، هكذا وصفها شاعرها، فهي جميلة في كل المواسم، في خريفها تزدان جمالا وبهاء، تشكيلات من السحب تظلل سماءها، وفي صيفها تصبح رمالها الناعمة ملتقا للسمار، وفي نهارها تحلو الرحلات والمقيلة تحت أشجار الليمون الوريفة. نحمد الله سبحانه وتعالى إذ هيئ لهذه المدينة الثلاث صفات التي يزن عن القلب الحزن: الماء والخضار والوجه الحسن. والوجه الحسن هذا لا أختصره في خلقة الإنسان، بل أن أخلاقيات واجتماعيات ومثاليات أهل بارا تمثل شيئا من الحسن هذا. إذا تحدثنا عن تاريخ هذه المدينة الثقافي، فنجد أنه كان ممرحل بدءا من جيل إلى جيل. إذا بدأنا بجيل الأربعينات، فنجد أن هناك مجموعة من الشعراء والأدباء على رأسهم المغفور له المرحوم مهدي السيد علي. هذا المهدي رحمه الله كان يقول الشعر رصينا مستوحى من اللغة العربية الفصيحة، وأنت حينما تسمع يتغنى بهذا الشعر بعض الكلمات إلا أن ترجع للمنجد لتجد معنى هذه الكلمات. كان متمكن جدا من اللغة العربية. أتى بعد ذلك جيل آخر يتمثل في جيل طلاب الجامعات والمعاهد العليا من أبناء مدينة بارا، وعلى رأسهم دكتور حسن قريش أطال الله في عمره، والمغفور له محمد سيد عبد الدايم، وأطال الله عمر كان المكي. وهذه المجموعة كانت تنهض بالثقافة في خلال الإجازة، تزاول نشاطها بالأندية، وعلى رأس هذه الأندية نادي بحر كردفان. المزيج المتجانس من سكان بارا والتنوع القبلي الذي ما زالت تحافظ عليه
خلق نوعا من الثراء الفني خاصة الغنائي، فهي مدينة للجميع، وتأثر المدينة بريفها يظهر جليا في نمة الدوبيت عند الشاعر والدرقيبة. الجود والكرم مكتوب على بيبانك رقم سلاح يا محطة الهجان. حلال خضر الجناين بارا بدق بابور الليلة ما ساقن بيبكارو. انت راسي اديبه ما بالفريق قواله ما تردي البلك يملاك دك زباله. خضر الجناين بركية بدق بابور الليلة من الصباح لعشية. السبا الجنني خلاني نلعب القادرية كل زبابي من المشط وقيرية. عالولد البقول الغربة ما سهمتنا يبعد بعيد ما ينزل سرج في تايتنا. أن إحنا مقجة المدرسة جرتنا مفصول الزرار المنا البلود انقتنا علي الله وعلى سلاح دولتنا. تزقنا الملاولة وصوبها جملاك ظالما اللالة مجبور عليه مصروفه. قدامك جبل رفع جفونك شوف نيني ما نجد جميز سقلنا جروفه. حلال الولد الله قبل أنبي عيسى أبو شابة من يوم الخميس قام بي. عيسى أبو شابة من يوم الخميس قام باخي قط ربه ديس انساب المام الشيطو جورسي. أهلك شالو يا كن فدر تابق عالي بيت 380 متر. هوبا انت يا القصابة الحرة المساجين كترو اسم الجهد إلا اللباليس كترو. هوبا تتمتع مدينة بارا بعشق متأصل في نفوس أبنائها، وتترك عند كل زائر لها انطباعا طيبا عنها، فالانتماء لها فخر كما يقول أهلها، والبعد عنها تجديد للصبابة والهيام. هكذا تظل مدينة بارا عبقا مترفا بالجمال، ماضيها التليد وحاضرها المجيد، وهي التي قال شاعرها حينما ابتعد عنها في رسالة لها: هاك يا سرب القماري مني للحبار رسالة، أمشي لبار الجميلة الراقدة في أحضان رمالة، تلقى الحور زي قصيدة الما في شاعر لسه قالة، أبن عشك واسكن هناك ما رحل زولا مشالة. عبد اللطيف عبد الله لبرنامج كاميرا الشروق شمال كردفان مدينة بارا.